وبصيت جوه الاوضه ولقيت فيها اغرب حاجه ممكن تلاقيها في اي اوضه نوم طبيعيه. لقيت ان الاوضه كلها مليانه توابيت ملفوفه بسلاسل حديديه مقفوله باقفال قويه جدا، وفجاه لقيت ان التوابيت دي بتتفتح بالترتيب ويخرج منها اشخاص لابسين ملابس قديمه جدا خاصه بمناسبات زي الافراح. وفي اللحظه دي اتاكدت ان كل اللي قاله لي جيراني كان صح. قصص رعب حقيقيه حدثت بالفعل. هل سيعودون؟ فيلوباتير ايهاب. اسمي فيلوباتير ايهاب، طالب في كليه الطب. كنت بتفوق جدا في دراستي وكان اهلي كلهم اما دكاتره او مهندسين. وفي يوم عزلت مع اهلي من البيت لمكان تاني، وكان البيت جميل جدا وواسع وفي منطقه هاديه جدا، بس كان شكله قديم. فسالت ناس من جيراني عنه فقالوا انه بيت من القرن ال16، وحصل في البيت ده حادثه غريبه. كانوا بيقولوا ان البيت ده اتحرق وكان جواه عائلتين من اكبر عائلات مصر في القرن ال16. فكان الناس بيحكوا عنه حاجات غريبه جدا. فكانوا مره بيقولوا انهم بيسمعوا صوت موسيقى كلاسيكيه وناس كتير بتتكلم بعض، وكان في ناس تانية بيقولوا انهم شافوا شاب وامرأة بيمشوا في طبقات البيت، وصاحب البيت اخد كل اثاث البيت معاه ما عدا حاجة واحدة بس. الحاجة دي هي لوحة قديمة موجودة قدام باب الشقة مرسوم فيها عروسين، وكانوا تقريبا في منتصف العشرينات. ورغم ان اللوحة دي شكلها عادي جدا، الا اني لما كنت بحاول اتأمل فيها بحس برعب شديد جدا بسبب نظرتهم المخيفة والغامضة بالنسبة لي. وبعد اسبوع كنت سهران في وقت قريب من الفجر قاعد قدام التلفزيون، وكان مكان التلفزيون جنب اللوحة دي لان منظر اللوحة كان جميل بالنسبة لامي. حسيت بان في حركة غريبة جوه اللوحة، حسيت تقريبا ان اللي جوه اللوحة عايز يوصل لي رسالة انا مش قادر افهمها، محطتش في بالي. وبعد شوية حسيت بالجوع فقمت اجيب حاجة اكلها من المطبخ، وفجأة سمعت صوت غريب جاي من ناحية اللوحة دي. سمعت صوت زي ما يكون صوت همس بين اتنين قاعدين بيتكلموا مع بعض، وزي ما يكونوا مش عايزيني اسمعهم. ما اهتمتش وقلت تخيلات بسبب السهر. وفجأة سمعت صرخة قوية جدا. المرة دي بجد، ده مش تخيل. طلعت اجري اشوف ايه اللي حصل، لقيت ان اللوحة وقعت من مكانها وعليها اثار دم. حاولت اني اصحي حد من اهلي وداخل مكان اوضة نوم ابويا علشان هو اللي هيقدر يساعدني. وبفتح باب الاوضة بتاعته ما لقيتهوش هو ولا امي. رحت ادور على اخويا برضه ما لقيتهوش. انا تقريبا تقدروا تقولوا بقيت لوحدي في المكان الغريب ده. قعدت قدام اللوحة افكر في حل، لكن حصل اللي عمري ما توقعت انه يحصل ابدا. لقيت ان في نقط سودة طالعة من اللوحة، وبعدها لقيت انسان قدامي، ولقيت بالتدقيق يعني في ملامحه انه شبه الشاب اللي في الصورة. ولقيته بيقول بصوت مرعب، رئيسنا امر انه يتكتب لك عمر جديد وما نقتلكش، لكن لو ما اخدتش عيلتك ومشيتوا من الشقة دي انا مش هقتلكم، لكن هخليكم تتمنوا الموت بحق كل لحظة عشتوها في البيت ده. وبعدها صرخ صرخة كأنها صرخة الألم والانتقام، وخرج من جنب اللوحة حيوان غريب بوجه إنسان وحاول الهجوم عليا. فهربت منه وحاولت أروح لأبعد غرفة في الشقة وهي أوضة أخويا، وحاولت فتحها واتفتحت. أيوة اتفتحت المرة دي، بس كانت ضلمة قوي. وحاولت افتح النور لكنه مش موجود، فولعت شمعة كانت جنبي وبصيت جوه الأوضة ولقيت فيها أغرب حاجة ممكن تلاقيها في أي أوضة نوم طبيعية. لقيت إن الأوضة كلها مليانة توابيت ملفوفة بسلاسل حديدية مقفولة بأقفال قوية جدا، وفجأة لقيت إن التوابيت دي بتتفتح بالترتيب ويخرج منها أشخاص لابسين ملابس قديمة جدا خاصة بمناسبات زي الأفراح. وفي اللحظة دي اتأكدت ان كل اللي قاله لي جيراني كان صح، وحاولت اقاومهم، لكن بعد طول مقاومتي ضربني واحد منهم وفقدت الوعي.
وبعد ما رجع للوعي لقيت ان الساعة بقت 6 الصبح وانا مرمي على الارض واهلي واقفين حواليا. قلت لهم بعصبية جديدة: انتوا كنتوا فين؟ البيت بيتقلب وانا ملاقيش ولا واحد منكم. لكني ملقيتش منهم غير نظرات كلها دهشة واستغراب. ولقيت بعدها ابويا بيقول لي: على فكرة انت اللي مكنتش طبيعي النهاردة، انت كنت ماشي في البيت وتكسر في كل حاجة تشوفها، مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ حكيت لهم على كل التفاصيل اللي شفتها كاملة، ولكن طبعا ما حدش صدقني وقالوا عليا اني مجنون، لكني متأكد ان كل اللي انا شفته حصل بالتفصيل الممل. قعدت الف في الشقة ادور على دليل على كل اللي انا شفته، لقيت ورا اللوحة الدم اللي شفته. لما رجعت ولقيتها واقعة على الارض وجاكت بدلة قديم جدا، لدرجة ان لما حاولت مجرد اني امسكها اتقطعت. وطبعا بلغت اهلي باننا لازم نمشي من البيت ده في خلال شهر، وبقت تحصل حوادث غريبة وسط فترة الشهر ده. فكانت بتحصل حوادث غير مبررة، يعني مثال اللي كان بيحصل ان ابويا بيعمل حوادث وهو سايق، وكان البيت بيتكسر فيه الادوات والتحف من غير سبب لغاية ما خلصت مهلة الشهر. وزادت الحوادث دي بشكل اكبر واخطر، لدرجة ان ابويا عمل حادثة وكان ساعتها حالته خطر جدا، وكان اهلي بيقولوا ان ده قضاء وقدر. فقررت اني اواجه الامر بنفسي، قررت اني اتخلص من اللوحة، فشلتها من مكانها وطلعت برا البيت ورميتها في مقلب نفايات، ورجعت لقيت اللوحة في مكانها. وطلع للشاب ده منها وقال لي: ما تحاولش تتخلص مننا، لان ده بيتنا من اكتر من 500 سنة، وهتشوف الويل منا انت وعيلتك. فأشار الناس على اني اروح لدجال اسمه الشيخ فضل، فروحت له وقال لي ان اللوحة مسيطر عليها روح من الشياطين بتنتقم للناس دي من اي حد يسكن بعدهم، ظن منه انه هو السبب في حرقهم، واني لازم اتخلص منها بوضعها في مقبرة حديثة. كنت خايف اعمل زي ما قال لي، لكني عايز اتخلص من كل المشاكل اللي بتحصل لي، فقررت اني انفذ كلامه اللي هو قاله بالحرف والكلمة، ودلني على مكان المقبرة. ورحت مع واحد من صحابي وكان اسمه سمير، رحت انا وهو للمقبرة دي وهو بيحاول يقنعني ارجع عن اللي في دماغي، لكني اصريت. رحت للمكان ده وكان هادي جدا، وفجأة ظهر لنا من وسط الضلمة اللي موجودة شخص ضخم جدا وقال لنا: بتعملوا ايه هنا؟ فشرحنا له مكان المقبرة اللي احنا عايزين نروحها، فلما عرف المكان بان عليه علامات الارتباك الشديد وقال لنا: بلاش تروحوا دلوقتي علشان ما تتأذوش ولا تأذوني معاكم. لكني كملت طريقي وما صدقتش كلامه، وفي وسط ما كنت ماشي اختفى الغفير، مع اننا ما بعدناش كتير. خاف سمير وطلب اننا نرجع واصر المرة دي، فقلت له اننا مجرد نعرف مكان المقبرة ونرجع. وكملت مسافة وطلبت منه يجي ورايا، لكنه اختفى فجأة. بدأت أقلق وافتكر كلام الغفير، لكني كملت أهون من العذاب اللي أنا كنت شايفه. فدخلت المقبرة وكسرت اللوحة، وفي نفس اللحظة انطفى نور الكشاف اللي كان معايا، وسمعت أصوات ناس كتير بتوحيد بيه في غضب. فجريت مسافة كبيرة، فخبطت رجلي في شوال ففتحته، لقيته فيه جثة. أيوة، جثة الغفير اللي حذرني. لكني استمريت في الجري وأنا مرعوب. وبعدها خبطت في شوال تاني، لقيت فيه جثة سمير اللي كان معايا، ولكني عرفت أهرب منهم وتخلصت من أذى اللوحة أخيرا، ورجع الهدوء للبيت. ودلوقتي أنا عايش في نوعين من العذاب، الأول هو عذاب الضمير بسبب سمير واللي حصل له بسببي، وأهله اللي بقالهم 4 سنين بيدوروا عليه، وإيمان أمه بإنه هيرجع لها، والتاني هو عذاب الخوف من تكرار مأساة اللوحة دي بطريقة أو بأخرى معايا أو مع أي حد غيري. ولحد دلوقتي في سؤال مش لاقي له أي إجابة: يا ترى إيه اللي حصل لي ده؟
خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقه اضغط لايك، ومش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم احمد ربيع من قناه جنبت قلبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم احمد ربيع من قناه جنبت قلبك، والسبيلنج بتاعها بالفرانكو عرب جي ام دي قلبك اي ال بي كي. كمان عندنا بيج على فيسبوك اسمها كوكب الرعب، هتلاقوا لينك البيج في الديسكريبشن، واللي بينزل عليها حاجات تانية وقصص وملفات ما بتكونش مسموحة النشر هنا على يوتيوب، نظرا لانها غير مناسبة لمعظم المعلنين وحاجات كده مش عايز اوجع دماغكم بيها. كمان لينكات الانستجرام والتيك توك وكواي برضو هتلاقوهم تحت في الديسكريبشن، وللناس اللي عايزة تتواصل معايا بشكل شخصي هتلاقوا لينك الاكاونت الشخصي الخاص بيا على فيسبوك في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.